أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بتخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع المستوردة. وخلال افتتاحه أمس محل تجارية لماركات عالمية في إربد ولقائه العديد من المستثمرين العرب، أكد الشمالي أن قرار التخفيض يشمل قطاعات الألبسة والأحذية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى توجه الحكومة لإجراء تخفيضات على الرسوم الجمركية لسلع وقطاعات أخرى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها والتوسع فيها. وفيما يتعلق بمعاملات الاستثمار، أوضح الشمالي أن أي معاملة لا يرد عليها من الجهات المعنية خلال 15 يوما تكون بحكم الموافق عليها. الشمالي أشار إلى أن خطة التطوير والتحديث الاقتصادي تسير بمسارات واضحة وتشكل خارطة طريق عابرة للحكومات، مذكرا بأنها وضعت بالشراكة مع القطاع الخاص وتلبي متطلبات الأطراف كافة. هذه رسالة قوية أمانة كحكومة وقطاع خاص نوجهها لبقية المستثمرين على أهمية هذا الاستثمار، بيئة استثمارية آمنة، قرارات حكومية تشجع على الاستثمار، تصب في الصالح العام وتخدم المواطن باستخدام استثمارات عالمية. هناك مظلة قانونية بموجب قانون الاستثمار اللي صدر مؤخرا أعطى تأكيد على عدم التغيير بأي سياسات، حتى لو كان في تغيير بالتشريعات إله الحق المستثمر الاحتفاظ بهذا الشيء لمدة 7 سنوات. نحن حقيقة حريصين كل الحرص على تسهيل الإجراءات بدءا من عمليات الحوسبة، حتى موضوع التقسيط في رخص المهن، التقسيط في الإيجارات، التقسيط في استغلال الارتداد، كثير هي الأشياء التي تستطيع البلدية منفردة حقيقة التسهيل على المستثمرين من خلال الأقساط. النقطة الأخيرة والتي تهم الاستثمار وتهم المواطنين، وهي موضوع إدامة البنى التحتية. البنى التحتية الجيدة حقيقة تسهل عمليات الاستثمار وتشجع عملية التسويق. نحن هذا الدعم أكيد بيساعدنا أنه نتطور أكثر ونطلع على السنوات القادمة. يعني على سبيل المثال نحن توجهنا لتوسعة من بعد 2020 لهلأ بفتح تقريبا كمان 50 وجهة استثمارية بالنسبة لنا ممتدة على مستوى المملكة وخارج العاصمة عمان.